ساعات خلائل من اعلان الامارات تعرض سفن تجارية مدنية لاعمال تخريبية قرب المياه الاقليميه لها حتى توالت ردود الافعال المندده بهذه الهجمات، الخارجيه السعوديه اكدت في بيان لها تضامنها مع الامارات في مواجهه الاعمال التخريبيه مشدده على ان هذه الهجمات تشكل تهديدا خطيرا لامن وسلامه وحركه الملاحه البحريه والامن الاقليمي والدولي. مجلس التعاون الخليجي من جانبه اكد ان مثل هذه الممارسات غير المسؤوله من شانها ان تزيد من درجه التوتر والصراع في المنطقه بينما وصف رئيس البرلمان العربي الهجوم بالعمل الارهابي الذي يستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي، اما مصر فقد اعربت عن ادانتها للهجوم وكل ما من شانه المساس بالامن القومي الاماراتي فيما شدد الاردن والبحرين على رفضهما اي عمل اجرامي يهدد امن حركه الملاحه البحريه في الخليج. وكانت الخارجيه الاماراتيه قد اعلنت في وقت سابق تعرض اربع سفن شحن تجاريه مدنيه من عده جنسيات لعمليات تخريب بالقرب من المياه الاقليميه لاماره الفجيره والتي تعد احد اكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم